2499 جنيه بدلا من 6000 جنيه. ايوه السعر ده حقيقي حصريا في سنتر شاهين، اقوى اير فراير بديله الميكروويف وكمان الفرن، لان ببساطه هتسوي لك كل حاجه. 6.5 لتر وكمان ديجيتال وكمان تصميمها ستانلس ستيل. بصي على جمالها كده وحلاوتها عامله ازاي. بصي شاكتها النهارده بتاخدي ماتيريال امريكي وكمان مميزه جدا جدا، وكمان سعرها في الاسواق المصريه لاي شركه ثانيه بتتباع ب 6000 جنيه، غير انها عليها سنتين ضمان نازله بسعر حصري عندنا، سعر مميز جدا جدا. شاشه ديجيتال هتسوي لك كل اكلك بسهوله وسرعه، متعدده البرامج، هتقدري تتحكمي في درجه الحراره والتايمر وكمان اي نوع اكله هتحطيها فيها، وكمان بدون زيت، حاجه مميزه جدا جدا وعليها سنتين ضمان ب 2499 جنيه. ايوه مش بقول لك ب 6000 جنيه ولا حتى ب 7000 جنيه، جايبه لك ارخص تصميم مرسيدس ب 1899 جنيه. ايوه المرسيدس وصل، الجمال والحلاوه وصل، الشياكه وصل، نيكاي الحلاوه والجمال، نيكاي مكنسه عجل مطاطي 2000 واط مميزه جدا جدا، كيس لتخزين الاتربه 4.5 لتر، مكان هنا كمان للتخزين حاجه مميزه جدا جدا، سلك 5 متر، وكمان بصي الجمال كده، بصي الحلاوه مسافه ما تدوسي على الزرار، وكمان عجل مطاطي تلف معاكي 360 درجه، تصميمها انسيابي، بصي جمالها وحلاوتها قد ايه، تحفه فنيه، وكمان سعرها هديه، نازله بكام بقى؟ بقول لك ب 1899 جنيه في حاله ان هي بتتباع بره ب 3999 جنيه، وكمان جايبه لك بديل البوتاجاز اللي هتسوي فيه كل حاجه بكام؟ ب 2199 جنيه، كازيوني فرن 50 لتر، مفتاح للتحكم في درجه الحراره، مفتاح للتحكم كمان في التسويه، وكمان مفتاح للتحكم في التايمر، كمان متوفر فيه من جوه لمبه، وكمان مروحه، اتنين هيتر من فوق واتنين هيتر من تحت، وكمان شوايه هتعملي كل اكلك فيه ببساطه، الباب كمان بتاعه تصميمه مميز ميرور، وكمان عليه ضمان 12 شهر كمان، وسعره مميز 2199 جنيه، فرن 50 لتر بدلا من 5500 جنيه. في البراندات التركية حقيقي عندنا اقوى البراندات المميزة الحصرية، اللاية بدون زيت تروما التركية الاصلية الاربعة لتر من عائلة طنطاوي جروب الاكثر قوة والاكثر مبيعا، نازلة بثلاث الوان وكمان فيها اتنين مفتاح للتحكم في درجة الحرارة والوقت، نازلة باللون الاحمر في اسود وكمان الابيض وكمان اللون الاسود ب 3499 جنيه في حالة ان هي بتتباع بره مش اقل من 6000 و7000 جنيه. وكمان لو نفسك في الميانتا الاصلية باقل سعر وتحدي الست برامج متعددة البرامج الاكس لارج 4.2 لتر اقل من 5000 جنيه، معقولة كل الجمال ده بالتصميم الجديد الاسود في جولد؟ ايوه ده بس حصريا عندنا ب 4699 جنيه، ميانتا الاصلية ال 1500 واط بدلا من 6000 و7000 جنيه. وكمان في المكنسة جبنا لك كل براندات بقى عشان تختار اللي يناسبك، ال 2000 واط كاسل متعددة كمان السرعات هتقدري تتحكمي فيها من هنا، والاول مرة مكنسة تنزل لك كده، وكمان السلك بتاعها 5 متر، وكمان فيها فلتر كمان عشان خاطر تنقي الاتربة وخصوصا لو عندك حد عنده حساسية، وكمان مميزة في تصميمها حاجة قوية جدا جدا، العجل بتاعها متداخل من هنا مش زي اللي حضرتك بتشوفيه. لو انت عايزه التصميم ده انا جايبه لك النهارده ب 4999 جنيه بدلا من 6999 جنيه، وكمان جبت لك المكنسه الباجلس اللي كلكم بتحبوها من ميانتا الاصليه، حاجه قويه قوه شفط عاليه جدا جدا 2000 واط، عجل كمان مميز مطاطي تصميم من سيابي، وكمان خامات وماتيريال تقيله جدا حاجه قويه، وكمان تعيش معاكي العمر كله ب 5999 بدلا من 8999 جنيه. وكمان لو نفسك بقى في مايكروويف مميز وكمان تعيش معاكي العمر كله، يبقى دوري على مايكروويف كاسل 25 لتر بسعر مميز جدا جدا، عايزه اقول لك هتتحكمي كمان في درجه التسخين ودرجه كمان التسخين بتاعه الاكل وكمان الوقت ب 4299 جنيه بدلا من 6999 جنيه، جايبين لك كل اللي بتحلمي بيه عندنا، القلايه ال 10 لتر، الجسم ستانلس ستيل، تحكم كامل في كل الحاجه اللي فيها من بقى درجه الحراره للتايمر للتسخين للاكل اللي جواها لاختيار البرامج من خلال الشاشه دي، 2200 واط العائليه الحجم الكبير للمطاعم وكمان بقى للعائلات، وكمان سعرها مميز جدا جدا ب 9945 قبل الخصم بعد الخصم ب 7499،
وكمان في لبس 2000 واط اللاية 6.2 ديجيتال المستوردة الأصلية ب 6199 جنيه بدلا من 11889 جنيه. عروسة وبتجهزي أو ست بيت وبتجددي جايبالك أرخص إير فراير في مصر كلها وتحدي 6.5 لتر ب 2499، وجايبالك كمان أقل سعر للمرسيدس عندنا ب 1899، وكمان جايبالك بديل البوتاجاز والمايكروويف والفرن 3 في 1 ب 2199. عروسة وبتجهزي أو ست بيت وبتجددي حضرتك عايز تفرش شقتك بأقل الأسعار في الأجهزة الكهربائية من أقوى البراندات، على طول دوري على سنتر شاهين، حطي لايكات وكومنتات ومشاركات واستنوا أقوى لايف في التاريخ من العيار التقيل يوم السبت. هندمر الأسعار وهنعمل عروض ضرب نار، شير اللايف ده وكومنتات ولايكات، ويلا بينا هنستناكم تنورونا واكتبوا لنا لسنتر شاهين رقم 1 في مصر، أكبر صرح في مصر ملوش منافسين.